يقتحموا ألسنة النار في يده خرطوم الماء. في جو بهيج كان الشاب يزيد سباقا للاحتفاء باليوم العالمي للطفولة، وذلك بحديقة تونس بالأبيار بالعاصمة. الشاب يزيد الذي صدح بصوته بأغاني ألبوماته الخاصة بالأطفال لقي تفاعلا كبيرا مع مئات من الأطفال والعوائل التي حضرت بقوة في هذا الحفل. الحفل الذي أقامه الشاب يزيد أو عم يزيد كما يحلو للبراعم تسميته سيبث غدا على قناة شروق بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح من شهر جوان.